اهلا وسهلا، مرحبا بكم في ستارت اب نيوز للجمعه هذه. منطقه شمال افريقيا تتصدر جميع المناطق الاخرى في القاره الافريقيه من حيث حجم وقيمه الاستثمارات خلال الاشهر التسعه الاولى من عام 2024، ويعود هذا الاداء بشكل خاص الى عدد جولات تمويل في الربع الثالث من العام الحالي، شيء اللي يتاح ل 78 شركه ناشئه في المنطقه جمع اجمالي 368 مليون دولار بحسب تقرير الجمعيه الافريقيه للاستثمار راس مالي وراس مال المخاطر. وجاءت شرق افريقيا في المرتبه الثانيه حيث جمعت 196 مليون دولار من قبل 75 شركه ناشئه، اما غرب افريقيا اللي كانت تقليديا في الصداره احتلت المركز الثالث باجمالي 185 مليون دولار و73 شركه ناشئه تمكنت من جمع المبلغ هذا. تليها منطقه افريقيا الجنوبيه بمبلغ 152 مليون دولار موزع على 51 شركه ناشئه، ثم افريقيا الوسطى اللي جمعت 6 ملايين دولار من قبل 7 شركات ناشئة، وأخيرا تمكنت 29 شركة ناشئة تعمل في عدد مناطق فرعية من القارة الأفريقية من جذب بقرابة 326 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام هذا. لكن رغم تصدر منطقة شمال أفريقيا لأنه شهدت عمليات جمع الأموال للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زون ميناء تباطؤ في شهر أكتوبر، حيث تفوقت شركات التكنولوجيا العقارية على شركات التكنولوجيا المالية وجذبت حصة كبيرة من الاستثمارات. وفقا للبيانات الشهرية اللي نشرتها شركة ومدا، شهد النظام البيئي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤ في شهر أكتوبر 2024، نجحت 56 شركة ناشئة في جمع 134 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 52% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام اللي تعدى. تصدرت الشركة الناشئة في الإمارات العربية المتحدة قائمة المستثمرين في شهر أكتوبر وتمكنت من جمع 61.8 مليون دولار موزع على 15 شركة. تلتها الشركات السعودية ب 50 مليون دولار عبر 21 شركة ناشئة، فيما حصلت الكويت على المركز الثالث ب 13.5 مليون دولار موزع على 2 شركات، وتلتها تونس في المركز الرابع ب 3 ملايين دولار موزع على 2 شركات ناشئه، ثم جاءت قطر في المركز الخامس ب 2.7 مليون دولار من خلال شركه ناشئه واحده. هذا وشد النظام البيئي المصري تباطؤ ملحوظ في شهر اكتوبر حيث ما تمكن من جمع كان 1.6 مليون دولار موزع على 8 شركات، في محل المغرب في المركز الأخير بواحد مليون دولار موزع على 4 شركات ناشئة. كانت هذه أهم أخبار الشركة الناشئة في ستارت اب نيوز لليوم. الموعد يتواصل في بقية فقرات برنامج ستارت اب نيوز.